السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير على الجميع، صباح النشاط، صباح الصحة للحمام والدجاج. دائما يسألوني هل تستخدم الشعير؟ نعم، أنا طول عمري 10 سنين وأنا أستخدم الشعير حق الحمام إن كان في الصيف أو كان في الشتاء. كثير من مربين يقولوا إن الشعير يجيب مرض الكنكر أو يجيب أمراض. أنا الآن مجوع الحمام علشان أبيها تاكل قدامكم، وهم بعطيهم من خلطة والدي الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض، وهم رايح أوريكم صحة الحمام بإذن الله تعالى إن كانوا صغار أو كانوا كبار بإذن الله تعالى. وهذا التصوير تاريخ اليوم 1/1/2020. أتمنى للمربين تكون حمامهم أو الحيوانات حقهم بصحة وعافية. طبعا هذه صحة الحمام تبوا لله الحمد. وكثير يسألوني هل الشعير يجيب مرض؟ طبعا أنا أتحدى أي شخص يقول لي إن الشعير يجيب مرض كنكر. أنا رايح أستخدمه الآن في الشتاء وفي دخول الصيف، ولا رايح أغير الأكل حق الحمام. بسم الله. طبعا للطلع أكثر ما عليك إلا تكتب خلطة والدي الشرقية في اليوتيوب، ورايح تشوف بإذن الله تعالى صحة الحمام وفائدة للشعير، فائدة الشعير للحمام بإذن الله تعالى والدجاج. طبعا هذا الشعير قدامكم وهذا الحمام، هذه صحتهم ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، وانتاج بيض يقولوا قل البيض ما شاء الله تبارك الله، كل الحمد لله كل شيء صاحي. هذه صحتهم تبوا لله الحمد، كل رامي بيض، كل جالس على البصايص حقه ما شاء الله تبارك الله. هذه صحة الحمام تبوا لله الحمد. هذا طبعا هذه طبات عندي، شوف ما شاء الله كانوا فروخ، شوفك ما شاء الله لاحم ما شاء الله تبارك الله. هذه طبة وهذه طبة وهذا سفاري ما شاء الله بصيص توه ما شاء الله تبارك الله. كل ابوهم استخدمت عليهم خلطة والدي الشرقية رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض، وهم شعير دائما ياكلوا شعير عندي. طبعا هذا الآن هذا السطل 20 لتر، رايح أحط فيه معلقتين من خلطة والدي الشرقية، تعطى في الأسبوع مرة إلى 3 مرات كوقاية من جميع الأمراض بالشهر. يعني إذا بقيت تعطي كل أسبوع تعطي مرة واحدة معلقة على 20 لتر، وفي ناس تستخدم 3 أيام بالشهر يعني متواصلة كل شهر 3 أيام. طبعا هذا السطل اللي هو 20 لتر، الآن رايح اللي هو أستخدم خلطة والدي الشرقية. طبعا أنا معطش الحمام، طبعا عندي عوامة، شوف العوامة مقفلنها. أوكي هذه اللي هي 20 لتر بس الآن. طبعا هذه خلطة والدي الشرقية للوقاية عن جميع الأمراض، وهذا السطل نحط فيه مقدار معلقة إلى معلقتين. أوكي علشان نخلي الحمام تشرب من هذه الخلطة، وهم مفيدة إذا تروشت. طبعا إذا حبيت أحط لهم أحط لهم أنا في هذا نفس هذا السطل علشان الحمام تجي تتروش فيه. أوكي نحط مقدار معلقة إلى معلقتين، تقدر تستخدمها 3 أيام متواصلة بالشهر، أو تقدر تستخدمها مرة كل أسبوع مرة. طبعا هذه الخلطة ونقول بسم الله. طبعا الحمام معطشين مضميين، طبعا مشكلة ريحة الزنجبيل قوية، زنجبيل على فلفل الأسود. طبعا هذا الحمام ما شاء الله تبارك الله جالسة تشرب من خلطة والدي الشرقية للوقاية من جميع الأمراض. هذا قدامكم كل ما شربت الخلطة رفعت المناعة عن جميع الأمراض بإذن الله تعالى. طبعا هذه الأمهات تشرب الصقار بإذن الله تعالى، تبقى حمامك تبقى لله الحمد عليك بخلطة والدي الشرقية رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض. زي ما علمتك من ضم الحمام علشان أتأكد إنها تشرب من الخلطة، إذا ما تشرب الله يعينك. وهذا الشعير قدامك ما شاء الله تبارك الله، شوف الآن الأمهات تشرب الصقار
كل ما شربت الصغار. طبعا كثير يسألوني من المربين إذا فضل ماي هل نخليه، تقدر تخليه عند الحمام مدة 24 ساعة، لأن ريحة الزنجبيل والقرفة والثوم بتسوي ريحة متنة، فما تتقبل الحمام بعد 24 ساعة. طبعا إذا تروشت الحمام ممتاز جدا، تطرد القمل أو الحشرات من على جسم الطير، تطرد الحشرات من جسم الطير. طبعا شوفوا هناك البصايص تشرب، الأمهات تشربها من الخلطة. هذه فوائد الخلطة ممتازة. دائما احنا نقول الوقاية خيرا من العلاج، الوقاية خيرا من العلاج. هذه قدامكم اللي هو خلطة ودي الشرقية، وهم هذا الشعير اللي يقولوا يجيب مرض الكنكر ويجيب أمراض كثيرة. هذا أنا ولد الشرقية محدثكم، دائما أستخدم الخلطة طبعا للطلع أكثر تقدر تدخل على قناتي باليوتيوب، اكتب خلطة ولد الشرقية ورايح تشوف الناس اللي استخدمت الخلطة بإذن الله تعالى. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هذه الحمام تشرب من الخلطة، ورناكم بث مباشر من السناب خلطة ولد الشرقية. ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم الأمهات كل ما شربت أو قررت الصغار حقها من الخلطة ترفع المناعة بإذن الله تعالى. هذه هناك الأمهات تشرب له الصغار أو البصايص من الخلطة. هذه فائدة الخلطة ممتازة جدا. شفت؟ طبعا يا أبو الشباب نفس الطريقة، الدجاجة كانت حمام أو كانت فصل لازم تعطيه، وهذا الخلطة هناك حق الدجاجة. شوف دائما نعطشهم علشان يشربوا من الخلطة. هذه مشكلتها إذا كانت في بط، البط تتسبح في الطاشة هذا أو المجسم اللي نحط فيه الخلطة، هذه مشكلة البط. فإذا كان عندك بط يبيلك تحط لك عوامة. طبعا شوف هذه العوامة هناك، أنا أحط لهم دائما في هذا، شوف صوت الدرام هناك، وأخلي البط يشربه هنا في هذه. شوف هذا الآن حط لهم خلطة ولد الشرقية من الوقاية من جميع الأمراض بإذن الله تعالى. طبعا زي ما علمتكم ممتازة جدا. وهم هناك عندي الصيصان صغار، الصيصان أحط لهم هذه اللي هي طبعا هذه الصيصان دائما أقول لكم من عمر أبو يوم لين يكون عمرهم 4 شهور إلى 5 شهور نحط لهم على فصوص الناعم. شوف هذا كيف ناعم مجروش، ما ينفع تعطيهم شيء ثقيل على معدة الصوص. شوف ما شاء الله تبارك الله، كانوا عندي هنا في الحظيرة تقريبا حوالي 300 صوص، الحمد لله بعنا جزء كبير، باقي هذا الجزء وإن شاء الله هم هذيل للبيع، وهم على السوم ما شاء الله تبارك الله. كم جوز جزين؟ 3 4 5، 5 وفرداني واحدة تقريبا كله دجاج. احتمال نبيعه احتمال نخليه، طبعا هذا من تفريخ السنة ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. بعد ما تأكدنا أن من الحمام شرب من الخلطة ما في مشكلة، تفتح الحظيرة وتخلي الطيور تتحرك. ما شاء الله تبارك الله، هذه خلطة رقم 1 للوقاية عن جميع الأمراض. الحمد لله طمنت أن شربت من الخلطة هي والبصايص، الآن ما في مشكلة أفتح الحظيرة وأخليهم يطيرون. ما شاء الله تبارك الله. زي ما علمتكم الحمام إذا طب تروش فيها ممتازة جدا، الطير القمل والحشرات من على جسم الطير. طبعا في مقطع سابق قبل 3 أيام أو 4 أيام وريتكم الحمام هي تتروش من الخلطة. خلاص الآن اطمنت، أخلي الحمام تطلع برا تتشمس تروح وتجي والأمور طيبة. موفقين يا أهل مربين الحمام والدجاج ما شاء الله تبارك الله.